كويرو مركز سبعة موجود، ولكن سكويرو الجوير فيكتور فالديز وتورام وسابيولا الخمسة المتمسكين. هنا ليو ميسي يتقدم ويتخلص من اثنين، يخرج هجوم لبرشلونة، ما طالت ما طالت ما طالت اوه اوه يا سلام يا سلام يا سلام يا ميسي يا سلام يا ميسي يا سلام. انطلاقة صاروخية تأتي من ليو ميسي، لكن راح نلاحظ كرة شادي ميسي، هذا واحد هذا واحد هذا الثاني. لاحظ الكرة وين، الكرة وين، ما طالت ما طالت ما طالت على الإطلاق. التقدم هذا الثالث هذا الرابع. حارس المرمى وين هو؟ حارس المرمى يتخلص من حارس المرمى، وهدف خرافي لليو ميسي، هدف خرافي لليو ميسي. لاحظ الكرة وين، الانطلاقة وين، الانطلاقة والمرور من الجميع بهذا الشكل. انه ارجنتيني، انه ارجنتيني ياتي بهدف من الاهداف الاعجازية اللي ياتي مثلا فيها ارجنتيني كبير اللي هو دييغو ارماندو مارادونا. ليو ميسي يفعل بهذا الشكل اليوم. ليو ميسي يقدم